يقول هل يجوز لي أن أقرأ المصحف وأنا متكئ؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحواله، كان يقرأ القرآن قائماً ومستلقياً ومتكئاً، فلا بأس من أن تقرأ القرآن وأنت متكئ، أن تقرأ القرآن وأنت واقف، أن تقرأ القرآن وأنت جالس، أن تقرأ القرآن حتى إذا تعبت وأنت مستلقي اقرأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله من ذلك القرآن على وهو على كل أحد. اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. والذكر أعظمه تلاوة كتاب الله عز وجل وهو القرآن.